هناك قدرة للشخص للنضال أو الكفاح لبلوغ النجاح وتقدير الذات، وهذا دافع يتكون منذ نعومة أظفارنا بدءا من الأسرة أو المدرسة ثم المجتمع. فكيف إذا كان هذا النجاح سيتوج بالتميز بين الأقران في بعض المواد العلمية أو جميعها؟ فلذلك يجب رعاية الطلاب المتميزين لرفع قدراتهم العلمية والاجتماعية لنساهم بنمو بذرة باحث أو عالم في داخل كل واحد فيهم. تعالوا معنا أعزائي المشاهدين لنزور بعض أقسام المركز الوطني للمتميزين في محافظة اللاذقية الذي يعمل على احتضان الطلاب المتميزين في المواد العلمية بالشهادة الإعدادية من جميع المحافظات السورية. المركز الوطني للمتميزين استقبل الدفعة الأولى بعام 2009 مرسوم رقم 45 اللي على أساسه أحدث المركز كمشروع وطني على مستوى سوريا للتعليم ما قبل الجامعة المرحلة الثانوية. المركز في البداية وحتى الآن يستقبل طلاب وفق أسس معينة بمعيار ثابت فيما يخص الكفاءات الدراسية أو المقدرات الدراسية عند الطلاب. نحن سنوياً بالتعاون مع وزارة التربية بتطلع للطالب المحقق للشروط القبول رسالة عن نتائج، صفحة النتائج أنه بيحقق شروط التقدم للمركز. هي ستيب 1 أو الخطوة الأولى. الخطوة اللي بعدها هي أنه مرحلة الاختبارات الأولى، اختبارات قدرات عقلية ومدرسية. الطالب لازم يكون محقق 80% من المجموع العام بالإضافة إلى 85% من مجموع الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم. إذا تحققوا هدول الشرطين طبعاً والعمر لا يقل عن أو لا العمر المقبول هو 16 عام في بداية العام الدراسي. إذا كانت هالشروط الثلاثة محققة فبتطلع له رسالة إنه بحق له التقدم للمركز الوطني للمتميزين وليس يعتبر مقبول من أول ما تطلع الرسالة لنكون واضحين. بعدين تجي سلسلة اختبارات على ثلاث مراحل، قدرات عقلية ومدرسية، اختبارات ذكاء ومقابلة شخصية مقابلة لجنة من الخبراء. العدد المتقدمين بيكون بالآلاف، بس للأسف لسعة أو للإمكانيات المتاحة ما فينا نستقبل أكثر من 75 طالب سنوياً موزعين على ثلاث شعاب. المركز اللي بيميزه بشكل أساسي عن التعليم العام هو الخطة العلمية، الخطة البحثية. الدراسة عندنا لا تعتمد على منهاج مطبوع وكتب مدرسية ثابتة، المركز يعتمد منهاج نصف المفتوح. طبعاً بحب أطمن الأهالي أنه في تقاطع كبير بين مفرداتنا ومفردات المنهاج بالتعليم العام، ولكن بعض المفردات في عندنا تعمق أكثر فيها. التعمق ببين أكثر بالخطة الإثرائية، والخطة الإثرائية تتضمن محاضرات إثرائية للطلاب. الطالب بيختار اختصاص معين بده يتعمق فيه أكثر. كمان في خطة بالإضافة لخطة درسية نفترض نختار الفيزياء، بالإضافة لدروس الفيزياء اللي بياخدها صباحا، بالخطة المسائية في موضوع محاضرات إثرائية بالفيزياء خاصة لهدول الطلاب اللي حابين يختاروا الفيزياء، بتكون ذات موضوعات ترتبط أيضا بالخطة الدرسية، بيكون فيها توسع أكثر. غالبا بيكونوا محاضرين جامعيين دكاترة من جامعة تشرين. بحب أذكر أنه الموقع الحالي للمركز ومقره هو جامعة تشرين مبنى كلية التربية، لأنه نسأل كثيرا عن هذا الموضوع. مقر المركز في حمص لا يزال المنشآت جاهزة لاستقبال الطلاب، بس اطمنا على الوضع الأمني إن شاء الله كمان ممكن نأخذ كمان طلاب على التوازي في مقر المركز في حمص ومستمرين في مقره في اللاذقية. وكما بدأ كما كان هو مذكور في المرسوم أيضا أنه بأحكام المرسوم يمكن أنه ينشأ فروع للمركز في محافظات أخرى ليكون الموضوع متاح لكل المحافظات السورية. المناهج كنت عم بحكي أنه معنا كتب، عنا منهاج نصف مفتوح، الأستاذ معه مساحة أكثر للإبداع، الطالب أيضا بيعتمد الكتاب كمرجع من مثل بقية المراجع وليس محدود فقط في هذا الدرس المطبوع والموجود عنده. مساحة أكبر للإبداع للمدرس عند تحضير الدرس وللطالب يستفيد ويكون في انفتاح لأكثر من مرجع.
فيما يخص أيضا الخطة العلمية، عندنا كل طالب سنويا بيقدم حلقة بحث علمية بالعلوم الأساسية، حلقة بحث بالعلوم الإنسانية ويقيم عليها، وتدخل ضمن تقييم الطالب في السجل العلمي نهاية العام، بالإضافة إلى مشروع الحلقات البحثية لكل طالب. المشروع بيكون ضمن فريق بيتعلم الطالب أنه يشتغل موضوع بحثي معين في أساسيات منهجية البحث العلمي. مركز كثير على هذا الموضوع لأنه طالبنا بالأخير هو مشروع باحث سوري في المستقبل. بالإضافة إلى العمل ضمن فريق، بنعلم الطالب بمهارات التواصل، محاضرات بتنمي شخصيته، ونحن بدنا إياه يكون طالب باحث سوري بمهارات تواصل عالية، نخبة علمية قادرة أن تعلمه بسرعة وبكمية وبسوية وبتعمق، وتكون قادرة أيضا تنشر هذا العلم بالمجتمع. قصص النجاح اللي تكون بالمركز، المشاريع الناجحة المتميزة تكون حالة عامة وليست حالة خاصة فقط ضمن المركز الوطني للمتميزين. سندخل بعض القاعات الصفية ونتعرف عن قرب على بعض المناهج وطريقة التدريس فيها. بماذا يختلف دور المدرس وخاصة بمادة الرياضيات عن دوره في باقي المدارس بالنسبة لكم هون لمركز المتميزين؟ الفترة الحديثة تصور في دول العالم بشكل عام تم الابتعاد عن فكرة المحاضرة وطريقة الإلقاء المستخدمة بشكل التقليدي، فدورنا هون بيقتصر على دور المدرس كميسر للعمل، يعني مشرف عن بعد، بحيث يكون الجهد بنسبة 75% للطالب والجزء البسيط للمدرس. إذا نحن في حالة إشراف فقط عن بعد كميسر لعمل التعلم. حتى وإن كان درس جديد، يعني على الطالب أنه يحضره ويجي يطبق أفكاره هون؟ هلأ الجهد للمدرسين هون خارج المركز عادة، يعني خارج أوقات الدرس، يعني ممكن يستغرق تحضير الدرس معنا أسبوع ربما أو أيام، بيعتمد على الأسئلة الحوارية يعني متتابعة بتشكل الفكرة عند الطالب بخلاصة وبيطلع بالنتيجة اللي نحن بدنا هي. فبنعتمد غالبا على الموديل كبيئة إلكترونية للتعلم، هي كافية. نعم لو كانت المعلومة جديدة ممكن ندخل بعض المرتكزات المعرفية السابقة اللي ممكن تخدم الطالب، بس طلاب يعني قادرين يتجاوزوا بكل بساطة، يعني بيتقبلوا بهذا المركز هيك آلية من العمل وبيمشوا معه. نعم تماما، الهدف هو تنمية مهارة الطلاب، ليس المركز بيهتم بتنمية مهارة القدرات الذهنية يعني على حساب المعلومة. بنحاول نوازن بين الاثنين، يعني المعلومات مختلفة نسبيا عن المدارس في التعليم خارج المركز. الهدف هو تنمية مهارة وقدرات الطالب لاكتشاف حالة جديدة وليس البحث في ما هو موجود سابقا. طبعا مثل ما بنعرف الرياضيات كمادة تعتمد بشكل أساسي على التفكير المنطقي والتفكير العقلي، اللي بيؤدي ما بس أنه لنأخذ أنا معلومة علمية، فحل المسألة الرياضية بيؤدي لتنمية مهارات مختلفة عند شخصية الإنسان بشكل عام والمتميز بشكل خاص. هيدي هالمهارة هي بالتفكير المنطقي بكل نواحي الحياة، ما بس بالمسائل الرياضية المختلفة. هي بداية من انطلاقا من هي الأهمية بالتحليل المنطقي بمادة الرياضيات اللي بتنميها. كان في اهتمام مركز بالمركز المتميزين على مادة الرياضيات عبر 3 سنين، طبعا وبما تدعمه من علوم تانية، لأنه بنعرف مثل ما بنعرف مادة الرياضيات بشكل قاعدة للعلوم التانية مثل الفيزياء أو الكيمياء. هلا نحن بمادة رياضيات وبتشبه طبعا كل المواد الثانية من حيث طريقة الإعطاء، إنه هي منهجية متبعة بكل المواد بالمركز. نحن أول شيء بتقنية التعليم نتبع تقنية التعليم المتمازج، دمج التكنولوجيا بالتعليم. أول شيء بيتم تقسيم الصف لمجموعات، كل مجموعة مسؤولة عن جزء من الدرس.
هذيك المجموعة بتخلص النشاط المخصص لها، وبعد ذلك في عنا تبادل هالمجموعة، شو تعلمتها بتتبادل وبتنقل هيدي المعرفة اللي تعلمتها لزملائها. هلا هذا الشيء له فوائد علمية أكيد بنقل المعلومات، كمان في عنا جانب اجتماعي وشخصي اللي هو بتنمية العمل التعاوني عند الطلاب والابتعاد عن الأنانية، فهذا جانب مهم يراعى في متجاوز الجوانب العلمية لجوانب تربوية تانية، لأنه مثل ما بنعرف أنه مركز المتميزين هو ما بس مركز بحث علمي، هو بالنهاية مؤسسة تعليمية تربوية. عندك طموح هلأ أنت كطالب متميز، شو أقصى طموحك؟ الطموح بالنسبة للمتميزين لازم يكون مفتوح، ما بصير يكون عندنا حد للطموح، لأنه بالأصل من أول ما دخلنا على المركز دخلنا بناء على رغبتنا وإرادتنا بدون أي ضغط. أكيد نحن بناخذ رأي الأهل كبيدعمونا وبيوجهونا نحو الطريق الصح، ولكن بالنهاية القرار هو قرار للشخص المتميز. أخذنا قرارنا ودخلنا على المركز، وبعد ما دخلنا تحملنا هالمسؤولية، لذلك أي صعوبة بنواجهها نحن رح نحولها لعمل ولا إرادة لتجاوز هيدي المصاعب. لذلك من أول ما دخلنا على المركز نحن داخلين بهالعنفوان وبشغف العلم اللي هو ممتلئ عنا. هذا الشغف عم بيخلينا نمشي بطموحنا، واللي ما بنعرف لوين بيوصل، بس أكيد رح يوصل لمناحي إيجابية حتما. وجدت البيئة الحاضنة للمتميزين هون في مركز المتميزين؟ أكيد لقينا هون، لأنه هون بالمركز نحن بيساعدونا على تطوير فكرنا الإبداعي قبل ما يطوروا طريقة حلنا للمسألة. يعني نحن المفروض نتعرف على الطرق الإبداعية لحل أي مسألة بتواجهنا بحياتنا قبل ما نتعرف على القوانين اللازمة لحلها. طبعا بالأكيد هذا غير البيئة الحاضنة لمشاريعنا الإبداعية اللي ما بنلاقيها هون برا المركز بسبب صعوبة توافر المواد، بس المركز هون أملنا إياها بشكل كتير سريع وعم نتابع فيها هلأ حاليا. ممكن أي شخص أنه إذا شوية اجتهاد منه يكون متميز، ولا في صفات محددة للمتميز؟ هلا أكيد لازم يكون متابع من صغره، لازم يكون عنده فكر منفتح، لازم يكون عنده حب الشغل اللي هو بده يعمله، أكيد هذا قبل كل شيء. بس في كل داخل كل إنسان قدرة أنه يتميز، وما لازم أبدا يخبيها، بالعكس لازم يحاول يظهره، وأنا بشجع الكل يجي يقدم المركز هون ويجرب حظهم يعني بالنهاية. طريقة التعليم الموجودة في المدارس العامة تختلف كلياً عن طريقة التعليم الموجودة في المركز. الطريقة اللي كنا نتبعها بالمدارس هي طريقة إلقائية، الإمكانات ما كانت متوفرة مثل المركز الوطني للمتميزين، وبالتالي هلأ هنيك شغلة الإبداع كتير محدودة، مجالها محدود، بينما هون بالعكس ما نشجع الطلاب هون على الإبداع، نحن نعطيهم فكرة عن الفقرة وهن بيبحثوا، أو الطلاب بشكل عام بيبحثوا عن المطلوب، فمجال الإبداع هون أوسع بكتير من هنيك. وشغلة تانية هلأ هون الطالب عندنا نحن منعلمه على البحث عن المعلومة، بينما بالمدارس نعطيه المعلومة جاهزة. فالإمكانيات المتوفرة بالمركز هون تختلف كلياً عن الإمكانيات المتوفرة بالمدارس العامة، وبالتالي هون إمكانيات كتير ممتازة بالنسبة لهم. يعني لو طبقنا شيء من طرائق التدريس هون والإمكانيات الموجودة في بعض المدارس نعملها نموذجية في المحافظة أو في الجمهورية العربية السورية، ممكن نخرج متميزين بأعداد أكبر بكتير من الموجود؟ بالتأكيد، يعني أنا من خلال خبرتي بالمدارس العامة شفت في طلاب كتير كانوا متميزين، ولحد الآن يعني في قسم كبير من الطلاب المتميزين ما عم يجوا على المركز لأسباب مختلفة.
نحن لو حاولنا نطبقها لهذه الطريقة بالمدارس العامة فأكيد رح نخرج أعداد كبيرة كتير من الناس المتخصصين في مجال البحث العلمي أو في مجال بشكل عام، ممكن نخرج مثلا كعلماء بهالمجالات هيدا إذا حسنا مثلا نهتم بالطالب المتميز. وبتمنى أنا شغلة تانية أن يكون في تخصص، يعني هلا معلش مثلا المتخصص في مجال الفيزياء يكون كل اهتمامه موجه للفيزياء، فالمفروض هذا يكون له مراعاة خاصة. يعني عندنا طلاب نحن من النوعية هون كتير متميزين، يعني في عندي مثلا طلاب فيزياء ما بالضرورة يكون مثلا شاطر الطالب بالمواد التانية، وبالتالي ما نقيمه على أساس مجموع عام، نحن نقيمه من حيث اختصاصه. مثلا متميز بمجال الرياضيات منقيمه بالرياضيات، بالفيزياء نفس الشيء. وبالإضافة إلى كمان أنا بتمنى شغلة أنه نحن نتابعهم لهالأجيال هايدي. طيب خرجنا نحن من البكالوريا طالب متميز وشاطر، طيب وبعدين؟ يعني إلا راح مثلا درس اختصاص معين أنه نحن عم نتابعه عم نأمل له المتطلبات، فهذا شيء لازم نبحث فيه ونتابع. لما رح فوت على الفرع بالجامعة لا إن شاء الله بيكون بالعكس إنه الإمكانيات متوفرة أكتر ومفتوحة أكتر، يعني رح يتقدم لنا فرص أحسن، فأكيد ما رح يلغى إبداعي بأي مادة معينة، وسواء كان ما عندي إبداع بهيد مواد تانية ممكن يصير عندي بالجامعة إبداع بهدول المواد أكتر من مادة الكيمياء. المركز عم يأمن لي البيئة اللي أنا بحب أن أعيش فيها وأتعايش فيها مع غيري. هذا المركز هو اللي عم يأمن لي المحل اللي ممكن أنا أني طلع الطاقة اللي جواتي، فأكيد رح كون مرتاح بالمحل اللي عم يراعي قديش أنا مبسوط فيه. يعني هنا عم يتأمل المحل أنا كون مبسوط فيه، فأنا أكيد رح كون مبسوط. يعني برأيك لو تقدمت هالإمكانيات لباقي المدارس ممكن نخرج متميزين وعلماء كتير في سوريا؟ هلا أكيد الإمكانيات بس تقدم يعني بس نقدم إمكانيات للطلاب، هالطلاب رح يردوا لنا إياها بطريقة أو بأخرى. بس نحن أول شيء إنه نعمل مركز متميزين لحتى يكون نواة أولى، لحتى بس يتخرجوا الدفعات منه يكونوا هن النواة لنشر العلم بالشكل الصحيح والأمثل لباقي الهيئات التعليمية والبحثية بسوريا. هو كنواة أولى بظن إنه خطوة أفضل من النشر على نطاق واسع، إنه نشر بنواة أولى وهي النواة هي الكاسر وبتعطي مثل نشر أوسع بكتير وأفضل بكتير. اكتفينا بزيارة بعض الأقسام ليكون لنا زيارة أخرى لذلك المركز. جميع هذه الأقسام وهذه الشعب بالنتيجة تكون لخدمة الطلاب وخدمة العاملين في المركز، من ناحية يعني العاملين الكادر التدريسي والكادر الإداري. في عنا القسم المناهج، طبعا من أهم الأقسام هو القسم التعليمي والمناهج، قسم المخابر، القسم الصحي، قسم الخدمات والأنشطة، القسم المحاسبي، والقسم الإداري. نادي الروبوتيك يساهم في اكتشاف الإبداعات العلمية والاختراع بين الطلاب. نحن هون عم نستخدم مجموعة من الروبوتات التعليمية من شركة ليجو، وهي روبوتات تعليمية لأنه مبسطين فيها البرمجيات والميكانيك، لأنه لسه بكير على الطلاب يشوفوا الخلفية الإلكترونية للمحركات وللحساسات وما إلى هنالك. فنحن عم نستخدم كيتات جاهزة، بس هن بيقولون عندهم حرية كاملة بتركيبها ميكانيكيا وببرمجتها على السوفتوير اللي جاي معها. الطلاب سرعة تعلمهم كتير كبيرة، يخزي العين ما بينخاف عليهم، وفي معلومات ميكانيكية حتى ميكانيكية صعبة جدا حتى على طلاب الهندسة، هن بيستوعبوها بسرعة لأنه بكير عليهم ليتعرفوا على الأمور الديناميكية بالميكانيك، هون قاعدين يستوعبوها بسهولة. أنا بدرس بطلاب الميكاترونيك بالجامعة، ودرس طلاب الميكاترونيك الخاضعين لبرنامج المتميزين، يعني الخريجين من هون بيصيروا طلاب ميكاترونيك متميزين، وعم درس هون. بصراحة الاهتمام الكبير اللي عم يلاقوه هون الطلاب، أنا آسف بس ما عم يلاقوه بالجامعة أبدا، بصراحة نتيجة أمور كتيرة، منها عقبات إدارية، منها عدم قدرة مالية أو يلي هو. الطلاب اللي هون بيطلعوا بصراحة بيوازوا طلاب السنة الثانية أو الثالثة بالجامعة، يعني إذا ما لاحقناهم ببرامج تعليمية بتساوي قدراتهم نحن بنكون عم نصبط من إمكانياتهم مع كل أسف. ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع بالجامعة بالتعاون مع كتير دكاترة مشكورين طبعا، وإن شاء الله نقدر ننجح ونعمل شيء. بالنهاية نحن عم نحاول ننهض بالمستوى التعليمي، فنزلنا الروبوت لمراحل كتير متدنية بالتدريس، فنحن حابين بالسنوات الأولى بالجامعة يكون مستوى أعلى بالتعليم.
المركز الوطني كان سباق بخطواته في مجال الروبوت في سوريا بأجمع. كان السنة له شرف عضوية في اللجنة الوطنية لأولمبيات الروبوت، بالإضافة إلى أنه هو وقع مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية السورية المعلوماتية اللي هي تعتبر الممثلة عن الجمهورية العربية السورية في المنظمة العالمية لأولمبيات الروبوت. هذه المذكرة أتاحت أو ساعدت المركز أنه يكون هو يساعد في نشر ثقافة الروبوت، من حيث بداية كان عندنا نحن لأول مرة في محافظة اللاذقية دورة إعداد مدربين للروبوت لمسابقات الروبوت، كون اللجنة الوطنية تعنا بتنظيم المسابقات الوطنية لتأهل الفرق إلى العالمية. طبعا المركز راح يكون عنده مشاركات بهي المسابقات، ان كانت مسابقه السومو اللي هي السبت ومسابقه دبليو ار او راح تكون هي بالصيف، ومنها ان شاء الله بيتاهل فرق للعالمي يمثلوا اسم سوريا. كمان كان المركز الوطني باستراتيجيه عمله بهيدي نشر هي الثقافه، كان عنده سباق بخطوه ادخال ماده الروبوت الى مادته الدرسيه، ادخال مفردات ماده الروبوت لماده تقنيات متقدمه، انضافت لماده المعلوماتيه، صارت كلها كتله واحده هي تقنيات متقدمه. هلا بيسعى المركز انه يشارك بجميع النشاطات العلميه ويكون حاضر دائما خلال مشاركاته بتصاميم الروبوت اللي هي بتساعد او مشاريع بتساعد بتلبي احتياجات مجتمعنا نحن. هي طبعا هيدا بالاول والنهايه هو هدف المركز، انه نحن نقدم شيء لهيدا المجتمع اللي هن هدول طلاب هن من هيدا المجتمع. فانت هي المشاريع اللي كان نشارك فيها بالمعارض، نحن شاركنا بمعرضين، معرض بالصيف ومعرض من شي شهر كان بالمتحف الوطني، قدم فيه طلاب المركز مشاريع كانت جدا مميزة وملفتة للنظر. كانت طبعا هن بالمعلومات اللي عم ياخذوا ان كان بالتعليم وعم يتدربوا بشكل اسبوعي، عندهم يومين تدريب مفتوح بهيدا النادي، فهن صار عندهم الحمد لله مستوى كتير متطور. النادي عم يسعى لتطوير مهاراتهم، مهارات الابداع عندهم، بس عم يكون في نتائج كتير كتير مميزة وملحوظة. اما مخبر العلوم الطبيعية كان له اتجاه اخر في بعض التجارب الحيوية، ممكن تحكي لنا فكرة المشروع وشو في عندك طموح للمستقبل؟ هلا اول شيء بالمركز في عندنا مشاريع بحث علمي، مثل ما اكيد بتعرفوا كل سنه انه بعاشر 11 بكالوريا بنعمل مشروع بحث علمي. السنه حبينا نعمل مثل مشروع بماده علم الاحياء، فكره جديده نوعا ما، انه نستخدم شغلات ما كثير مستخدمه اللي هي اصطاف البحريه، نعمل منها مضاد حيوي بنجربه على مزارع جرثوميه، بنشوف فعاليته على المزارع، بس ما فينا انه نجربه على الانسان فورا بدون ما نشوف اذا بيأذي الانسان ولا لا. لهيك استخدمنا حيوانات تجارب مخبريه واللي هي الهامستر السوري، لانه كثير جيناته قريبه على الانسان، نجرب عليه انه اذا ما كان في ضرر كثير كبير عليه فهو ناجح بالنسبه للانسان. نحن بهالحاله كمان بنكون عملنا مضاد حيوي شيء جديد، بجوز يكون اكثر فعاليه مضادات حيويه الموجوده، وكمان بنكون انه صار عندنا مثل جدوى اقتصاديه كثير فعاله، لانه الاصطاف هي شيء كثير متوافر وما بتاثر على التنوع الحيوي والبيئي. نحن بصدد البحث العلمي وخطة الكتير منهجية اللي عم تقوم بالمركز بهدف إبداع أفكار جديدة دايما وشغلات بتفيد المجتمع العلمي، بهذا الصدد ونحن كهواة بمادة العلوم الطبيعية حبينا نعمل مشروع بخص العلوم الطبيعية بصدد أنه بدنا نطلع مضاد بكتيري يكون فعال. هلأ كيف رح تكون الخطة؟ رح نحاول نستخدم شيء حيوي شيء طبيعي، رح ننزل على البحر نجمع كائنات بحرية، يعني كائن طبيعي موجود متوافر، هنا رح نركز على الحبار ونوع اسمه الدوناكس، رح نحاول نستخلص المادة الفعالة منه بطرائق معينة بمساعدة كلية العلوم بجامعة تشرين بالتعاون مع المركز. بعد استخلاص هذه المادة الفعالة رح نجربها على مستعمرات بكتيرية وفطرية لنختبر فعاليتها كمضاد بكتيري. هلا بعد ما نتأكد انه هي قدرت انها تشتغل كأنتيبيوتيك كمضاد بكتيري، رح نحاول يا ترى هي رح تقدر تكون دواء للإنسان، رح نقدر نعممها. فلهيك بالتعاون مع المركز مثل ما شفتوا كان في عنا همسترات، قدرنا نحصل على الهامستر السوري اللي هو كتير مناسب للتجارب. رح نحاول نشوف يا ترى هيدا المستخلص اللي جبناه رح يعطي آثار جانبية، يعني رح يكون مؤذي بقدر ما رح يفيده من ناحية البكتيريا. هلأ على هيدي النتائج رح نرتب هذا خرج ينشغل على الثدييات، لأنه هذا إذا بتلاحظي في بين الهامستر السوري والإنسان نسبة تقارب كتير كبيرة، فنتائجنا على الهامستر رح تكون كتير مفيدة لحتى نعرف أنه إيه هذا الأنتيبيوتيك رح يكون فعال على الهامستر ولا لا. فلهيك عن جد يعني إذا طلعت إن شاء الله نتائجنا منيحة رح نقدر نعمم أنه هذه المادة الفعالة ممكن أنها تستخدم وتنزل بالصيدليات كلا.